أنا المحامية كنانة. أهلا، مرحبا. أنا ما توقعتك خجول لهالدرجة. هذا سمعته كثير سيئة ونصاب ومية قصة عليه. وهون مكان تحقيق العدالة، والعدالة تقضي بالضرورة بعدم القبض على أي مواطن بدون إذن النيابة، خاصة إذا ما كان في أي تهمة سابتة تجاهه. الضفدع حصريا على وياك. ندم ما بفيد، احنا هلا لازم نشتغل نحل الخلافات المالية اللي بيناتكم.